نظن ما يصلح لنا في حد الوقت هذا غير المدرب الأجنبي، فهمت؟ لأن كان صراع وشفنا مع من قبل صراعات كبيرة ما بين الصحافة والمدرب والناخب الوطني الجزائري طبعا. نظن لما يجي أجنبي تهد الأمور شوية، فهمت؟ لأنه ما يكونوش تدخلات كبيرة ما بين الطاقم التقني والصحافة. عندك فكرة عليه المدرب هذا؟ لا مش فكرة عنده التاريخ تاعو، عنده التاريخ تاعو طبعا باش مسك منتخب سويسرا وتبعناه في كاس اوروبا وفي كاس العالم. يعني نظن بلي مدرب محترم. درك مع المنتخب الجزائري درك عنده ما يستاهله، مهمة صعبة. أنا تكلمت عدد مرات قلت في المرحلة هذه خاصة بأسباب يعني نظامية، خاصة برسم البرنامج تاع هذو اللي دات فيفا هذو، صعيب باش تكون ودير باش مع فريق باش دير له انسجام كبير. علاش؟ لأن ذوك اللي دات فيفا بقاو غير دي ماتش دو كومبيتيشن، غير مقابلات رسمية. ما عندكش وقت، جيت في فترة 10 أيام لازم تلعب 2 مقابلات، وزيد ممكن تسافر البلدان بعاد وهذاك. دونك صعيبة باش لما ما تكونش ما تعملش أنت مدرب يعني تمسك الفريق كيما الأندية تمسكهم شهر ولا تاع تربص ولا هذاك، ما تقدر حتى ما تقدرش دير لي زوتوماتيزم تو. دونك هذه هي الصعوبة، مهما عندك لاعبين ممتازين ولكن ما يكونش الانسجام يعني في على مستوى. وكما رانا نشوفوا بارزوم ما نقدروش نلعبوا كيما برك مانشستر سيتي ولا، فهمت؟ اللي ما عندناش الانسجام، لان هذوك الفرق هذوك راهم ديما مع بعضهم اللاعبين. هذا العكس درك لازم يكون هو يظن بلي يكون ذكي باش يعرف كيفاه يسير باش خطر ما الهدف وشيء باش نمشيو لنهاية كاس افريقيا وكاس العالم. نظن هذا هو الشيء المهم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.